بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للدعاء، قلنا مواضع الدعاء في الصلاة في موضعين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بس يتقندك دعاء نماز ده إشكي هذا قلندو في السجود برينش سجدة ده وقبل التسليم بعد أن انتهى من التشهد إشكينش سلام بريش نال ده يعني تشهد نقول قلوب سلام بريش نال ده. بعض الناس هدانا الله إياه يؤخر، يعني يطول في السجدة، في آخر السجدة. بس برا آدمنا الله بزنه والله نهداية قسم آخر كسجدة قلقان ده شو سجدني نهاية أزون قلده. هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقصة بيغمر من صلى الله عليه وسلم دين كامي كان. يدعو في كل سجود، لا يؤخر، لا يخصص السجدة الأخيرة بالدعاء. اگر آدم نماز دكي سجدة دعا قلمه چبوسا هر بر سجدة دعا قسم آخر قسجدني دعا بلن خصلاشتر مسون. أما الأذكار الواردة بعد الصلوات هي بعض الصلوات المفروضة الخمسة، الأذكار الواردة استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام. نعم. نماز مكين وقول دغان ذكر لي أكيسك ولا فقط باش وقت نماز مكين لقلندو. أما النافلة ليس بعدها يعني أذكار واردة. أجر أدم نافل نماز وقصة ونمضن كين كالجان برذكر لي يوق. إلا إذا ورد الدليل. فقط دليل كاجم بوصة وبشقة مثلا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد الوتر عليه الصلاة والسلام مثلا بيغمر من صلى الله عليه وسلم دن وفيتر أقفو غنركين. نعم، فهذا يقوله إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو غير هذا لا يوجد هناك أذكار أدبار الصلاة المفروضة الخمس. يعني فيتر أقفو غنركين دعاء قلت لك كل دو يعني كاجم دعاء أشنو أقصى بولدو لكن باشقة برناسة başka bir namazla keynede delil kendisi dua kılmak. Nعم كان يقول عليه الصلاه والسلام بعد الوتر ثلاث مرات سبحان الملك القدوس. مثلا peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vitirden keyin 3 kıtım سبحان الملك القدوس deb itatti. نعم والله اعلم. Allah yaxşı bilir.